السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم إن شاء الله. وكما العادة وكيف طلبتوا كاملين، حلوة في المتناول، سهلة وسريعة ومكوناتها جد بسيطة، كتجي جديدة خفيفة ولا أسهل، كتستحق التجربة ديالكم. بقوا معايا نشوفوا مقادير وطريقة التحضير ديالها. حلوة ديال اليوم هي حلوة الفرشيطة، هكا باش مسمية، كتجي هائلة. غنحتاجو 125 غرام من الزبدة أو المارغرين لينة. أنا هنايا غادي نستعمل أكثر من النصف، لأن هاد العلبة فيها 200 غرام فقط، لذا غنزيد شوية على النص، وتكون طبعا بحارة المطبخ، يعني نجبدوها قبل من الثلاجة ونستعملوها. ثم غادي نضيفو معها في المكونات كيس من السكر المسم بالفانيلا، او ممكن اننا نضيفو جوج اكياس الى بغيتو تحسو بالمذاق الفانيلا باين، قليل من الملح، وكذلك اكثر من نصف كاس من السكر كلاسي او السكر المطحون، ما يعادل تقريبا 61 غرام. نصف كأس من الزيت غنوجدوه مع بيضة واحدة، وغنغربلو كذلك الدقيق اللي غادي نحتاجو، يعني مكونات كاملة كنحضروها قدامنا باش كيسهل علينا نحضرو الحلوة ديالنا. طبعا ممكن نستعملو الروبو باش نوجدوها، وكتبقى اليد طبعا احسن بكثير. غادي نخدم هاد الزبدة اللي كتكون رطبة، وكيف قلت ممكن نعوضوها بمارغرين لينة، هي تكون المارغرين المذاق ديالها زوين. هنا درت نص كاس ديال الزيت، انا كنت كبيت اكثر من نص كاس، ما يعادل 100 مليلتر. العبار اللي عبرت به هو كاس ديال العنبه الكبير اللي السعه ديالو بالنسبه للسوائل 200، هنا استعملت النصف ديالو. غادي نخدمها مزيان حتى كتجانس، وثم كنضيفو البيضه واحده. ممكن طبعا تضعفوا المقادير الا بغيتوا تحصلوا على كميه كثيره بزاف، انا بالنسبه ليا هذه الكميه لهذا العيد كافيه. صافي ملي كنضيفوا البيضه كنخدموا كذلك، ومن بعد غادي نزيد نص كاس من النشا. انا استعملت هنا مستحضر كريم باتيسير، كيعطي مذاق احسن، وطبعا كتجيه هشيشه، لان ما كاينش شي فرق كبير بين مستحضر النشا وكريم باتيسير الا في المذاق فقط، هذاك تيكون منكه اكثر. نضيفو منه نص كاس ونكملو بالدقيق، تقريبا 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق اللي غنحتاجو، وكيبقى طبعا على حساب النوعيه ديال الدقيق، مع نصف كيس من خميره الحلويات تقريبا 4 غرام. غادي نجمعو حنا كنضيفو الدقيق اللي كنكون غربلناه من قبل، يعني غربلته وخليته على جنب، وبقيت كنزيد شويه بشويه، تقريبا هزات لي 3 ديال الكيسان ديال العنبه. العجينه خاص نحصلو عليها تكون رطيبه ماشي قاصحه، باش كتشكل لينا بسهوله، وكتجينا حتى من بعد ملي كطيب خفيفه وهشيشه. صافي بهذا الشكل هذا، مازال غادي نزيد ما تبقى من الكميه ونجمعو، ومباشره غادي نشكلوها كويرات. يعني طريقه ولا اسهل الحلوى، يعني من الحلويات اللي كتجي لذيذه وزوينه رغم البساطه ديالها. انا ما كيعجبنيش نديرها دائره، كنطولها واحد شويه وعاد كنضغط ماشي عليها كامله، غير من جانب واحد، وكنخلي الجهه الاخرى كندير فيها الشوكولاط. ممكن تبركوا عليها كامله، لكم الاختيار. وكما لاحظتوا راه عجينه رطبه وكتشكل بكل سهوله. الا كثرتوا هذا الدقيق طبعا غتبقى تطلق لكم الزيت، لان كيجوني بزاف ديال الاسئله علاش طلقت لينا الزيت، علاش كتفرتت. فطبعا الا عطيتوها اكثر من الجهد ديال الدقيق فغتفرتت لكم، وما غاديش يعني تعطيكم الطعته في الخدمه وغادي تعذبكم. غنستمر بنفس الطريقه حتى نشكلهم كاملين وبسرعه، يعني ما ياخذش نهائيا معنا الوقت. الناس اللي ما ناويش يديروا الحلوه او عكزانين عليها، فهاد الحلوه ما غتعكزكمش لا من ناحيه المكونات ديالها او حتى على طريقه التحضير، فهي بسيطه. صافي ملي كنتهي انا ضعتها في صفيحه مفرشه بورق الطبخ، ممكن غير مدهونه بالزيت، وغندخلوها الفرن مسخن من قبل على درجه منخفضه شيئا ما، حتى كطيب وتحمر على خطر خطرها، اولا من التحت وعاد كنحمروها من الفوق، وكنجبدوها
ومباشرة بعد ما كتبرد كنديرو لهداك الراس ديالها في الشوكولاط اللي ندوب. انا زدت معاه شوية ديال الزبدة وشوية ديال الزيت باش ما يعذبنيش، لان شوية الجو سخون فكيجي شوية قاصح وكيشد في الحلوى وكيجمد بسهولة. والكمية ما غنحتاجوش بزاف، يعني كمية قليلة كافية لهاد الحلوى للتزيين فقط. ممكن تدوزوه هذيك البلاصة اللي درنا فيها الشوكولاط في اي حاجه، كوك محمر او لوز او كاوكاو او زنجلان او اللي بغينا، الا بغيتوهاش يعني تبقى تلصق مع بعضها. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنوضع لهم راس ديالهم كامل في الشوكولاط، وكنردو نفس المكان طبعا اللي فيه الورق او ممكن بلاستيكه حتى يشد راسو، وعاد كنزولوه. ممكن هي كامل فوق ترشوه بالمتوفر يعني، وممكن تخليوه هكذا. انا يعني من قطعت هذه الوحده بل لانني من بعد نفرتتها ونزين بها من الفوق، كتات منظر احسن وكيبقى طبعا الزين والتقديم اختياري. اساس كتجي خفيفه بزاف ولذيذه، وكيف قلت سهله في التحضير. كنتمنى تجربوها وما ترددوش ابدا في التجربه ديالها. عواشركم مبروكه، وشكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع، واللقاء في فيديو في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.